لكن أولا خلونا نتابع يوميات فنان كاريكاتير سعودي وإيش التغييرات اللي طرأت في آخر فترة على هذه المهنة. ماجد الصقيري تابع يوم واحد بحياة فنان الكاريكاتير، وأكيد كان يضحك ماجد كثير، لكن خلونا نتابع. أكثر من ربع قرن عاشها سالم الهلالي صديقاً لفن الكاريكاتير، تنقل فيها بين عدد من الصحف السعودية وترك خلفه إرث كبير من القصص الصحفية، ليس كخبر ولكن كصورة لا زالت محفورة في الذاكرة. البداية هي كانت في اليمن صحيفة 14 أكتوبر الرسمية، وطبعاً تأثرت فنانين مثل عدنان يمن وناجيل علي، قلدنا أعمالهم في البداية إلى أن تمكننا من رسم الكاريكاتير، وأعتقد بعدين على أعمالنا اللي هو الخبرة تقريباً 35 سنة من عمري يعني أرسم في هذا المجال، سواء مش رسم كاريكاتير فقط لكنها رسم بروتريه، رسم كاريكاتير، أنفوجرافيك، صحافة، أخراج. الهلالي يقضي كثير من وقته قدام جهاز الكمبيوتر حالياً بعد أن كان يرسم فكرته على الورق وينشرها عبر الصحف، ويستثمر وسائل التقنية الحديثة اللي جعلت من فكرة الكاريكاتير مسألة وقت مو أكثر. تبدأ تتكون الفكرة، اسمح لي شكرا. يمكن هذه واحدة من اللحظات اللي عشها سالم الهلالي داخل مقر عمله، طبعا سابقا كانت تستخدم بهذه الطريقة حتى تتكون الفكرة، بس الآن الوضع شوي اختلف وصار فيه استثمار لوسائل التقنية الحديثة. استقريت الحمد لله في جريدة البلاد، ثم انتقلت إلى جريدة عقاب، انتقلت طبعا إلى صحيفة أخرى اللي هي صحيفة تيجار، وجدت فيها ما يلبي رغبتي من حيث إصالة الطرح، فهي تجمع ما بين الصحف الورقية والصحف الإلكترونية عبر شغل البي دي اف. تلاحظ هناك أن الصحيفة وكأنها صحيفة ورقية. تيزار جمعت ما بين الأصالة والمعاصرة.